سلاح الصواريخ. طبعاً أثبت سلاح الصواريخ خلال الحرب اللي بتمر بسوريا سلاح فعال، سلاح نوعي، سلاح ذو دقة عالية. حقق إنجازات كبيرة ونوعية، ساعد القوات على الأرض في التقدم، تحقيق إنجازات على كافة الصواريخ الميدانية. وحطنا لاحظنا بالفترة الأخيرة تقدم كبير للقوات على مستوى البادية، وكان الفضل سلاح الصواريخ بالعمل. حطنا الصعوبات موجودة، طقس بالعبدور بين الشتاء والصيف، ولكن أهمية عملنا بتطلب منا أن نكون على مستوى من الجهد 24 ساعة. نوعية السلاح اللي نستخدمه مطلوب منا بتوقيتات محددة، ساعات محددة، ولذلك لازم نكون مستعدين على مدار 24 ساعة. أهمية سلاحنا من حيث مساعدة القوات على الأرض، حتى من أي منطقة بتعجز عنا قوات مشهد في التقدم بيساعدها سلاحنا. أول شيء المدى، برمي على مدى قصير وطويل. اثنين الدقة العالية، دقته بإيصال الأهداف بتساعد القوات على الأرض أي هدف بده إنه حاليا يتدمر بأي لحظة رح يتدمر. قاموا بالمعركة طبعا أكثر من 50%. يعني إذا بنشمل المعركة 100% سلاح الصواريخ اشتغل أكثر من نسبة 50%، أكثر من النص. طبعا وأهمية السلاح، حتما الحرب المنخوضة هي حرب طبعا من 83 دولة وحرب حدودية مفتوحة، ولذلك أهمية سلاحنا بتعتمد على رمي أهداف متحركة. يعني هو بيرمي أهداف ثابتة عنا علم فيها، احتمال تجينا أهداف تحرك مجموعات إرهابية من دول معادية دول حدودية، طبعا بيقوم السلاح برمي، وهيك عم يساعد القوات كافة المجالات التقدم في كافة. بنوجه كلمة شكر القيادة الروسية، الجيش الروسي، الشعب الروسي، وقوفوا في الأزمة معنا. طبعا قضيتنا قضية حق، إن شاء الله منتصرين.
نوري سلام نوري نابت شي محمد حماد عمودي عمودي بعد تحرير مدينة الميادين وطرد المجموعات الإرهابية منها بفضل سواعد الجيش العربي السوري ونتيجة التحري والمتابعة تم اكتشاف مخبأ سري لمواد تدخل في التصنيع الكيميائي تتضمن مادة الكلورين ونترات الفضة نستودع هون بيتضمن فحم الكوب فحم الحجري والمستودع الثالث بيتضمن مادة الأسيتون وكل هذه المواد هي تدخل في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة والأحزمة الناسفة. طبعا القرية هون اسمها قرية محجان تبعد حوالي 10 كيلومتر عن مدينة الميادين. مادة أسيتون مادة كيميائية بترولية تدخل في التصنيع الحربي التصنيع الكيميائي. عدة أقنعة واقية منها جديد ومنها مستعمل أقنعة واقية جاهزة للاستخدام. تم العثور على مواد تشبه الكبريت إجمالا هي مواد كيميائية خفيفة الوزن. يوجد معدات وبراغي لتصنيع القذائف الصاروخية والإسطوانات ومنها أقنعة واقية تدل على التصنيع الحربي الكيميائية لدى داعش. يوجد مادة لزجة تشبه مادة الشعلة فولامية. الأشخاص الذين يشغلون هذا المقر هم أغلبهم ألمان وأتراك وهذه صواريخ محلية الصنع يوجد منها كميات كبيرة وهائلة. مركز لإنشاء الخرسانة الإسمنتية من أجل الأنفاق هي عبارة عن أقواس وبلاطات بمقاسات معينة تجد منها هنا جاهزة هذا من أجل حفر الأنفاق وتحصينها بالمواد الإسمنتية.